هلا بنشوف. يلا 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 تبايا. تصفيق حار، تصفيق حار، تصفيق حار اذا بتريدوا، تصفيق حار اذا بتريدوا. او ماي جاد. لا حد حاكيني وقتها، احنا قاعدين ورا بعضهم. لا حد حاكيني. لو سمحتي بصي، ما حد، لو سمعنا حد بينطق في شغل التقديم مين انا اخرجوا بره. انت دلوقتي مشتركه، اللي نادي اسمه يطلع. صح. لا ما انا مشتركه متهنه. لسه 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 دخلت المقدمين. يلا يا بنات. شنو شنو في؟ قولي 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 شنو في؟ مخبوطه. ليش؟ شنو؟ اقعد 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 متعب، اقعد متعب. وشيل في كرسي ما نبي، صح؟ في كرسي زايد. جابر جابر خليك مركز. انا مقدم. ايوه الكاميرا دي عشان الدور ستار اكاديمي. يلا يا مقدم. اوكي نقل حصري ومباشر مسابقة ملكة جمال ستار اكاديمي 6 اعداد تانيا ناظم. يا شباب انا ليش موجود انا يا بنات؟ رجاء 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 خلاص. استنى يا عم نرجع من اول، شكله لسه طالع دلوقتي. لا 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 الكاميرا اتحركت لسه دلوقتي. يلا يلا استنى استنى نرجع تاني الشغل. يلا يلا. ممكن تودونا ورا؟ شكرا. هذا البرنامج لحظه بنا انا اقرا رجاء. هذا البرنامج برعاية بوم بوم تك تك وحزب أوكي. نقل حصري ومباشر. يلا يا ناس تعبت من الكعب. مسابقة ملكة جمال ستار أكاديمي 6 إعداد تانيا ناظم. الورقة دي، الورقة دي اللي مش راضية تروح. يلا أكيد في. أقول أقول اللي مو مستعد يقعد يروح ينام شباب. تقديم محمد سراج وإبراهيم دشتي. تصفيق حار، تصفيق حار، تصفيق حار. شكرا شكرا شكرا. احنا كل ده لسه ما زعناش، ده كل دي المقدمة. يلا يلا. كل ده لسه ما إنتاج ال بي سي. تصفيق حار، تصفيق حار، تصفيق حار. اخراج 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 طلاب ستار اكاديمي. شيل شيل. والان شكرا. عفوا لسه بقى كده برنامج هيبتدي. دخلت المقدمين. ورا ورا جابر جابر يخرب بيتك. لو جينا في الداهيه ايه فريق المكفوفين ده؟ هتدخل الهليكوبتر. هليكوبتر هليكوبتر انفجار. هليكوبتر انفجار. أعزائنا المشاهدين، أعزائي مشاهدي برنامج ستار أكاديمي 6، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقة جديدة إيه؟ أهلا وسهلا بكم في مسابقة ملكة جمال ستار أكاديمي 6. اسمحوا لي الأول أرحب بزميلي المشترك معايا النهاردة في الحلقة إبراهيم دشتي. أهلا يا جدعان. وما أدفع لكم فلوس على الفاضي. وانا بدوري اقدم زميلي وحبيبي واخوي محمد سراج. العالم العالم اليوم راح يشوف، راح يسمع، راح يندهش، راح يتفاجئ، راح يشوف، راح يتصدم، راح عينه تطلع. ربنا يستر. هل ملكة جمال ستار اكاديمي 6 راح تكون فعلا حلوه؟ فعلا تستاهل؟ هل تستاهل؟
فعلا مطابقة للمواصفات المطلوبة لدى لجنة الحكم والمشاهدين. يا ترى ضيوفنا اللي اشتركوا معنا النهاردة في لجنة التحكيم هيتبسطوا من اللي هيشوفوه ولا يقولوا يا ريتنا ما جينا وكنا في بيوتنا احسن ولا ايه؟ ان شاء الله ان شاء الله لجنة الحكم. وطبعا ما ننسى الموسيقي جابر التركي.